بسم الله الرحمن الرحيم. فحقا بالنسبة للدورة التكوينية هذا شيء تلحوا عليه كثير، وبغينا على أنه نركزوا عليه كثير. حقا الدورة التكوينية في هذا الشيء اللي هو جديد على الناس، بغينا على أن يكون الناس في متميزين. فالدورات يمكن لها تكون بالنسبة للناس الإمراض والمساعدين ديالهم يحضروا باش يعرفوا كيف يتبعوا هذه المسائل بشكل صحيح، وكاين دورات المتخصصين بحال مثلا كاينين مؤخرا طبيب اختصاصي في العظام صفت لي مريض اللي كان خصو يقطع رجله من بعد 3 شهور. نشكر الطبيب الله يجازيه بخير، فاستطعنا على انه من بعد 3 شهور العمل تيشهد الطبيب انه الرجل نقدناها من القطع، وطيبوبته خيرته تيتشجع كل واحد غادي يقطع رجل تيقول له ساعه نسي على السي العلوي راه غادي يفيدك في هذا الاتجاه. بحال الاطباء المخلصين، الاطباء المخلقين، الاطباء الحقا تيبغيو المريض، بغيناهم يكونوا جميع في العمل والاجتهاد ونقربوا هذا العلاج الطبيعي. فكاين اطباء اللي غادي ياخذوا دورات خاصه مجانيه، وكاين اطباء لابد ان غادي يؤدي واحد الواجب معين، متفقين؟ وحسب الجهد والوقت والمجهود الذي ياخذنا هذه الدوره لابد غادي تكون واحد نوع من التعاون حتى نشروا هذا العلم بكل خير وفي القنوات والقواعد ديالو. حقا معايا معنا ناس في العمل تما عندهم جهد وعندهم فريق عمل باش يغطيو كل المجهودات ديالهم، فلا بد غيكون داكشي بثمن معين اللي غادي يتحدد. غير نتوما تصلوا باي كونسي بوك حتى انكم تاخذوا الفرصه ديالكم. فالفريق لا الفريق اللي غيتكون غادي يكون بين 7 و9 الناس، ما يمكنناش ناخذوا حنا جمهور من الناس، حتى هادو متخصصين اللي غادي خصهم يوعاو يفهموا يشوفونا كيف تنشتغلوا باش ياخذوا الامر بالقوه ديالو بالجداره ديالو. وكاينين الناس اللي تنفتحوا لهم دورات اللي هما الناس اللي معنيين بالامر، اللي مرضين بسرطانات او عندهم ولادهم او عائلتهم مرضين، هادو يمكن ناخذوهم بين 11 و12 الناس. ما خصناش نكثروا حتى التركيز والضبط يكون بشكل صحيح. نعطيكم مثلا فكره على القواعد العمل اللي تنحاولوا نشتغلوا عليها. بحال بالنسبه للمتخصصين بحال مثلا تناخذوا الشاي اللي هو معهود ومألوف، فهو اولا تجمع الجروح، ثانيا ضد التعفن، ثالثا ضد الالتهابات. تصور عباد الله عندنا قرحه معده للناس تشكاو منها اللي هي مشكل الجرح في المعده في الميكوز غاستريك، كاين التهاب وكاين تعفن الهيليكوباكتر مثلا، الشاي موجود وبنادم ما تيعرفش يعالج قرحه المعده، واش ماشي مازالت التاريخ؟ والار سي اش هي جروح وسيلان الدم من الامعاء من المصابين، واش ماشي مازاله هالشيء موجود؟ اذا قواعد عمل باش تعرفوا كيف تمشيو للمرض وتضبطوه وتمكنوا منه وتعالجوه، هذه قواعد اساسيه. من جهه ثانيه تصوروا حاليا انه متى تلقى السكري دابا ولا طالي الدنيا ولا موجود، مع الاسف كاينين المجتمعات اللي وصلت ل 50% ديال السكري في وسط العائله. وحنا تنعرفوا انه مشكل السكري في قواعد ثلاث، تنقيو الدورة الدموية، تنبنيو الدورة القنوات الدموية، وتنفكوا الجسم من المناعة ضعيفة. تصور كيف نفرغوا القنوات الدموية من هاد المصيبة ديال باش نجريو على السكري من جسمنا. المعدنوس، برو، كرافس، خيار، عباد الله هذه مواد كلها كلوروفيل. الى كلوروفيل في حد ذاتها انا تتفرغ القنوات الدموية، ليس فقط تنبنيو القنوات الدموية لي غونغرين الكلاوي مشاو، العينين مشاو، شي كله يمكن ان تخلصوا به بهذا الاسلوب مثلا. ثالثا ترفعوا المناعه عن طريق البصل، عصير البصل مع الماء المغلي تنشربوا 5-6 مرات في النهار. عندنا لا سلاح السكري، والانسولين نزلت بنيتها 6 سنين في اسبانيا، شهرين تبعت معايا زيت الزيتون على الريق، وتبعت امي هوب صيله قبل وجبه الاكل، لاحت الانسولين بواحد النسبه 60%. عباد الله ناس في اوروبا بعادين علينا من المغرب تنوجههم باش ياخذوا الطبيعي، ولقاو راسهم انه في الطبيعي لقاو راحتهم. السكري عند الوليدات تيتعالج عن طريق زيت الزيتون، عن طريق الماء والبصل، عن طريق المعدنوس، عن طريق الخيار، عن طريق مجموعه المواد اللي هي فيها الخضر الخضراء بحال اللوبيا الخضراء. يعني شوفوا المقاربه في التعامل مع الماده العلاجيه، التعامل مع المرض، والتعامل مع العلاجات والاستعجالات الاوليه. هكا بغيناكم تكونوا اسياد. تصور مثلا بحال البصل، رجل اعمال عيط لي من اكادير وكرا رجلو تقشبت
واخا ما قدرش يتحرك، اذا وحل في لوطوروت. وثانيا عيط لي استعجالا قال لي سي العلاوي راني وحلت والقلب تيضرب وصل له شي 140 وزياده. اذا اش درنا حنا؟ عطيته ماء وبصل، البصله غزها وتشرب عليها الماء، خمسه دقائق تحل. عباد الله الاستعجالات، نتسنى الهليكوبتر امبيلونس ديني للسبيطارات ولادي وحلي في لوطوروت. اذا تصوروا هذا الوعي، هذا الفهم، هذه الدرايه، حنا نوصل لكم في دورات خاصه. وكل ما كان جديه يمكننا نعيشوا الحياه الطبيعيه بدون الام ولا مشاكل ولا هوس الحياه. والسلام عليكم.